كويس. طارق سليم مش كان سيمباي جا فوي الله يرحمه كابتن طارق سليم. في الاول كان في اول سنه كان في مشاكل بيني وبينه بسبب تاثير شخص تاني انا مش هقول اسمه. لكن بعد كده في تاني مره لما رجعت هو كان في الاول فعلا متاثر عليه جامد من الشخص ده بس بعد كده ابتدى يتعامل معايا وفهم ان الفكره دي كانت غلط. فهم ان انا انسان ومدرب مختلف تماما عن الكلام اللي كان بيتقال له. ومن ساعتها كان علاقتنا دايما كويسه. هو شخص فعلا امين جدا. واهلاوي سخن جدا وبيعيش بحماس جدا الاهلي. غير اول سنه بعديها 7 سنين كانت علاقه ممتازه جدا بينهم وبعض.